طيب استاذ صبحي يكلمك عن الشكل وكده ولا لسه؟ لسه ده لا لسه خالص لسه. دي مرحله مرحله تانية يعني. انت نفسك تبقي شكل ليلى مراد وكده ولا؟ انا عايزه اقول لك، عارفه حفله القمح الليله لما كنتي بتقدميني في الاول، انا في قبل ما قبل الحفله دي بيني وبين ماما مشكله كبيره، ان انا عايزه اعمل موديل ليلى مراد اللي هو كان بيبقى جاي كده، وتقول لي كبير على سنك، قلت لها هعمل موديل ليلى مراد، وعملت موديل ليلى مراد. ايه ده هو يعني الله. ده كان كنت بحب قوي فساتينها والهنوميه اللي فيها لا ده كان لازم، ده انا لحد لحد 14 سنه بابا بتلبسهولي. بس انا ضد الفكره. بمعنى هي مش بتمثل ليلى مراد، هي بتمثل شخصيه ليلى. في الغنى اخاف، وده اللي قلته اول، قلت لها لا هنغني ليلى مراد الاغاني اللي خلاص الناس حافظاها، انما عشان نعمل نفس اللبس هتعمل تسريحه بتاعت العصر ده. يعني هتعمل تسريحات واللبس بتاع العصر بتاع الفتره دي. خلينا نشوف غاده كده في القمح ليلى اول مره تطلع فيها قدام الجمهور وهي صغنونه خالص. مش صغيره. تسعة ما زدتش عن 9 سنين. فكرني بريم بالظبط. يعني ريم لما كانت صغيرة برضو. لا كده غلبانة. بس اصل هي الأغنية حلوة. الأغنية حلوة. وغدا أداء بقى يعني، وعملت حي الجمهور. لا وبعمل يا رب بعبر. وكان دايما لما أطلع لازم تحسي دايما نظراتي شوية، رغم إني ثابتة بس نظراتي زايغة، بدور على ماما في الصالة هي في قاعدة فين. ماما مش بابا. ماما. بابا كان ورا واقف مع الكورال. انا كنت تخيلت ان يعني لا هو كان المايسترو الله يرحمه صلاح الرام هو قائد الفرقه، بس بابا عشان انا اطمن فكان بيقف مثلا يا اما يعزف مثلا كمانجا على الجنب، يا اما يقف مع الكورال ورا احس ان هو واقف معايا في المسرح. بس ماما بقى اللي بدور عليها يعني، انا حلوه انا وحشه انا زفت انا ايه يعني، تبقى حاسه بامان يعني. طيب انا عايزه اسمع اغنيه ليكي واغنيه لحد تاني خالص، ويا ريت تبقى حاجه مش متعودين عليها.
انت دلوقتي عندك مشكله كبيره لانه انت بتمثلي دلوقتي مع استاذ مسرح كبير واستاذ موسيقى كبير. انا لم اكن اتخيل على فكره يعني ده يعني حاجه بالنسبه لي. ده يصلح لك في النوتة يا هدى. لا حاجه بالنسبه لي حاجه يعني حلم كبير قوي. الأستاذ الكبير والنجم الكبير اللي أنا كنت بروح في المسرح مبهورة بيه بتفرج ويعني بخرج متشبعة فن ومتشبعة رقي وحاجات معاني كبيرة قوي أقف النهاردة معاه على خشبة المسرح يعني حاجة كبيرة قوي. هتندمي الحقيقة. هتندمي. لا مش ممكن. لا لا طب خلينا بس ورونا كده مشهد من كارمن والأستاذ وهو بيعزف عزف سيمفوني على الكمانجا. نبي الآلات بقى تركن شوية. شيش ولا تمثيل ولا ايه؟ ايه موضوع الكمانجا ده؟ الكمانجا طلعت التاني على مستوى الجمهوريه في اعدادي في مسابقه العزف على الكمانجا. واتعلمت كمانجا ليه اصلا؟ عشان ابويا كان عنده غير السينمتين اللي هم كرنك وبراديه كان عنده في البيت في الشقه جوه مكنه سينما 16 ملي فكان ما معهوش فلوس يأجر أفلام فبيروح يجيب أفلام من الاستعلامات اللي هي الكونشيرتو والباليه ويعذبنا ونقعد واحنا صغيرين نقعد في الصالة كده في البيت في الشقة في الانتريه نتفرج على الباليه ونتعذب بس أنا حبيت الأوركسترا وحبيت العازف اللي بيعزف كمانجا ده طب الباليه ده مش معاه آلة ده هو بجسمه عشان يطلع باليه عازف كمانجا فبدأت أتعلم كمانجا ولغاية إعدادي طلعت التاني زعلت طب اغيظ الكمانجا بايه في المدرسه؟ اني اخش فريق تمثيل. فاول مبلغ جالي من مسلسل رحت اعمله في لندن نزلت شارع اوكسفورد ستريت رحت المحل الات وقلت عايز كمانجا فاكر بقى زي مصر هنا يعني زي محمد علي هاخد الكمانجا في العلبه واتكل على الله قال لك لا دي هتتعمل يعني هيتسلمها لي كمان شهرين. دفعت فلوسها واول كمانجا ملكتها معانا كمانجا هنا يا جماعه لا 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 مفيش كمانجا لا خايف هو معايا بس خايف طب والطبل اخبارها ايه استاذ طبله انت بتتكلم بجد لا انت فاكره لا انت بتتكلم بجد طبلة أنا... دي لا لا طبعا في ماما امريكا كانت مشكلتي ان انا اطبل شفتوا ماما امريكا شفتوا ماما امريكا وانا بطبل لو افتكر بس ورونا كنت كل أيوة. ليله كل ليله لازم اخش اطبل نفس الموازير يا جماعه الليله وكل ليله انا احنا النهارده عندنا استاذ صبحي هتحرجونا والله شكرا يا استاذ ده لما دخل واخواته واقفين في ماما امريكا وهو مخبي عليهم ان هو محاماه بيدرس محاماه وعايز كده وهو طبال ولا رقاصه يعني سلام والله مش عايز اقطع عيشك بس مش عايز اقطع عيشك بس والله مش عايز اقطع عيشك والله لا 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 متعه والله العظيم وبعدين يا غد عايزين بقى ليلى مراد بقى ليلى مراد ولا ايه رايك تغني لنا اغنيه كده على البال ولا على الخاطر ايه بقى
اغنيه ما غنيتيهاش قبل كده في حفلاتك ولا في الموسيقى العربيه ولا كده، اغنيه مش عارفه ليه شفتك فيها، مش عارفه يعني ما بس، وهو ما حدش غناها، مش هي من فيلم مولد يا دنيا، الحان الموجي، وبتهيألي كلمات مرسي جميل عزيز، يهديك يرضيك. يلا انا اتلخبطت فيه. انا هحكي لكم حدوته، لحظه واحده هحكي لكم حدوته الاغنيه دي من الفيلم. هو المفروض ان الحصان عايزينه يدخلوه يعني في الاستعراض، فهو كان حرنان او مش عايز يعني يستجيب، فبتقول له بقى يهديك يرضيك الله يخليك، بتصالح الحصان يعني عشان يشترك معاه. انما لها قصه تانية، هم ادوا الكلام لمحمد الموج الله يرحمه، فهو لقى واحده بتصالح حبيبها، فعمل لحن جميل قوي، واحده بتحايله حلو النبي تبسم للنبي، لما شاف الفيلم زعل، قال انا بتخلوني الحن الحصانه والحمير، زعل جدا يعني، هو زعل لانه هو كان حاطط اغنيه فيها، بس هي اغنيه جميله ورائعه، والفيلم كمان طبعا مليانه شجن، اكتر الملحنين اللي طبعا ربنا يرحمه. اتفضل يا استاذه. اهديك ارضيك، اهديك ارضيك الله يخليك، اهديك ارضيك، اهديك ارضيك الله يخليك، بتحاورنيش وتحاورنيش ما تضيعنيش، بتحاورنيش وتحاورنيش ما تضيعنيش، وما تحرمنيش من فرحتي بيك، ما تحاورنيش ما تضيعنيش، وما تحرمنيش من فرحتي بيك الله يخليك، الله نجات حلوه قوي بتغني، الورده حلوه قوي بتغني، شاديه حلوه قوي، بس كمان عفرادي لها اغاني طبعا، ليها اغاني جميله وحقيقي، وفي غيره تانية كمان بحبها لها قوي بس انا مش حافظاها قوي برضو، اسمها هوا يا هوا، دي بحبها من الاغاني الجميله برضو. وانت صوتك كده في مساحه كده في اغاني كتيره بتليق عليه، فانا بحب يعني بحب اعمل كل الالوان وكل حاجه، بس بحب دايما تلاقيني اكتر ركبة او مندمجه قوي ومتعايشه قوي في الحاجات اللي فيها نعومه يعني. حضرتك بقى لما بتعمل مسرحيه وفيها غنى يعني بتقعد قد ايه كده، او كام في الميه من تركيزك ومخك مركز مع الصوت مع الهندسه؟ لا دي بروفات كتيره يعني، احنا اصلا البروفات ايه؟ الممثل بيقول الكلام من غير احساس، يعني بيقوله من غير احساس على الترابيزه، وبعدين بيفهم المعاني بنتناقش فيها ونتكلم عن الشخصيه، فنبدا نعمل اداء
بعد ما نعمل الأداء بنعمل حركة مسرحية، وإحنا بنعمل الحركة المسرحية مطلوب الممثل ما يمثلش، ما يركزش لا في انفعال ولا إحساس ولا بيقول الكلام عشان يركز في الحركة وليه الحركة دي. ومسموح للممثل يقول لي أنا مش حاسس الحركة دي، طب أنا حلف هنا ليه؟ لأن في مخرجين بيقول لك أنت لفيت شمال المرة دي، بقى لا لف يمين المرة دي، يعني كده أنت كنت قاعد طب أوقف المرة دي في الجملة دي. وبعد كده لما بنيجي نعمل بروفا بقى خلاص المسرحية قايمة في الإكسسوار والديكور، بس الممثلين ما سمعوش المزيكا، فتقوم شغال المزيكا فيعمل بروفا على المزيكا، تقول له البس هدومك بتاعت الشخصية، هيلبس أو تلبس الفستان ما تعرفش تمثل، ما تعرفش تلخبط، فأقول له ما تمثلش أو ما تمثليش، البسي الفستان وعملي الحركة المسرحية بس بالفستان، تحركي ولفي اللفات بتاعتك كده، ما تمثليش، اطمنا مثلي بقى بالفستان. معين طيب الإضاءة، لما الممثلة بتنفعل وبتيجي في لحظة والإضاءة بتتغير وبينزل سبوت على وشها، ده بيخلي إحساسها يتغير تغيير كامل. ويعني بس صحي، بس أنا متهقليش أو أكاد يعني أجزم إنه مش كل المسرح بيعملوا كده. لا يعني ولا مسرح، لا يعني يعني ده حضرتك لا أنا أصلاً راجل أكاديمي، أنا راجل علمي، يعني أنا راجل علمي، ده أنا أعرف إنه في مسرحيات يبقى فيها مثلاً ستتين، فالنهاردة واحدة لبست أحمر فتاني يوم التانية تلبس أصفر عشان أيوة يعني أيوة ده هو يعني بمزاجهم يعني. طبعاً إحنا عارفين كل الأمراض دي، بس أنا بقول إيه، أنا أثبت إنك لما تشتغل حتى أكاديمي بعلم، لا انت عملت بقى الاكاكا باكا والحاجات الدموع والمسائل دي والحاجات اللي الجمهور مش فاهمها، لا انت وصلتي لمعادله ان المشاهد بيتفرج على عرض منضبط بيحترم عقله، ما تقدريش تقولي طب وليه عمل كده، طب وليه اتعمل كده، طب وليه الممثله دي عملت كده. انت قلتي حاجه صح، ده في ممثلات بتصبغ شعرها اصفر عشان تبقى مدمره للممثله الثانيه، واللي تلبس نفس اللون وبتاع، لا احنا ما عندناش ده، احنا ما عندناش ممثل يجي بكوافيره ولا ممثله تيجي بكوافيرها ولا مكياجها، ممنوع سواء في التلفزيون او المسرح. اوعي تزعلي خفيف يعني البنت مرعوبه دلوقتي. يعني انت متخيله يعني ايه؟ لا انت عارفه الكوافير والمكياج بيعملوا ايه؟ يا استاذ انت عظيم والله، بيقعد يشتغل في ودنك كويس، فتعودي عليه، مفيش فن بقى. لا ما اقدرش استغنى عن ميشو، لا ما اقدرش ميشو، لا اصل المكين الفلاني، لا اصل هو عارف الحرده بتاعت عيني فبيعمل لي مش عارف ايه، ما ده الكلام ده. غادة هتغني لنا ايه دلوقتي؟ نفسي عايز نغني ايه؟ حاجه ليلى مراد. ممكن اغني حاجه ليلى مراد؟ طيب انا او لا لما اللي تحبيه انت. لا زي ما حضرتك عايزه، انا ماليش امل، ممكن ماليش امل منين؟ الله يا سلام طبعا. ماليش أمل في الدنيا دي غير إن أشوفك بتغني، حتى بلاقيت إني بعدي ورح يسعدني أبداً.
هفضل عايشه كمليش. هو بس بيلعبنا كده يعني. أنا لو هقدم حاجة ولا أخد رأي أي مخلوق. بيحب الغنى بجد جدا. فدي عملت لي مشكلة يعني. بجري 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 وعمال أقول يا رب يا رب ما يبقاش صحيح. أيها الشعب الحبيب المهاود. وفجأة ألاقي واحد جنبية ماسك كاميرا ودموعه نازلة كده. ولا بونبوناية.